السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الصحة والأخبار؟ طب بخير أسئلة والله، طبية الحمد يعني؟ لله رب العالمين. والله الحمد لله تمام. انا عايز اخس. عايز في تخيه؟ حته كرش تحت كده، تحت الضر كده، مش فاضي تنزل. اعمل فيها ايه بقى؟ تمام، خليني اقول لك شوية حاجات. لسه من شوية حالا حد برضو قال لي نفس يعني الموضوع ده، يعني كل الرجالة تقريبا بتعاني من هذه المشكلة. بالنسبة للرجال انا بشوفهم كلهم بيجوا علشان موضوع الكرش ده، بس انا دايما اي حد بيجي لي مثلا وليكن عنده مشكلة في الكرش، اول نصيحة بنصحها له وبقول له ابدأ بيها على طول، اطلع دلوقتي اعمل تحليلة وظائف كبد. بكتب له تحليلة الوظائف الكبد، بيطلع يعمل تحليلة وظائف الكبد وبعدين يجي لي تحليل. تحليل وظائف كبد. ليه تحليل وظائف كبد؟ ان الشخص ما تمام. بيكون عنده مشاكل في الكبد. بص، لازم تبقى عارف ان الكبد ده هو اللي بيخلص الجسم من السموم اللي موجوده في الجسم، وخصوصا ومن السموم ديت الدهون بتاعتنا، من السموم الدهون بتاعتنا. فتلقائيا لو احنا عندنا مشكله في الكبد، بتدفع قويه جدا ان يحصل تراكم للدهون في منطقه البطن. فمثلا لو انت بيحصل عندك مشكله تراكم للدهون في منطقه البطن، اول نصيحه اقول لك اعمل تحليل وظائف كبد، طلعت سليم الحمد لله، ابدا اديك نصايح عاديه بقى لتنزيل هذا الكرش يعني. لكن لو احنا انا بقول أو لو احنا طلعنا صحيا بخير، يعني عملنا وظائف الكبد طلعنا صحيا بخير، ممكن تمشي بالنصايح اللي انا اقول لك عليها دي بقى. نصايح عامه بنقولها لكل الناس، يعني لو انا عايز انزل في الوزن وبخصوصا منطقه الكرش، لو انا عايز اتخلص من منطقه الكرش وانا ما عنديش مشاكل صحيه بقى كده، ما عنديش مشاكل في الكبد، ما عنديش مرض عضوي او ما عنديش مرض مزمن هو اللي مسبب لي المشكله دي، ساعتها ممكن نمشي بهذه النصايح. النصيحه الاولى عند الاستيقاظ نشرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق. الموضوع ده بيبقى صعب شويه، بس اللي يقدر يعمله، اللي يقدر يشرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق، بتبقى دافعه قويه جدا، ان هو بينشط الدوره الدمويه في الجسم كله، وبيحسن الحاله المزاجيه بتاعته طول اليوم. ولو قدرت ان انت تشرب ال4 كوبايات ميه وعايز تنزل بقى الكرش، انزل بعد ما تشرب ال4 كوبايات ميه، انزل العب اي نوع من انواع الرياضه لمده نص ساعه، العب اي رياضه، حتى لو ماشي، حتى لو هروله، حتى لو هتنزل، لو انت عندك كم حاجه في مثلا جيم في البيت كده صغير، معاك مثلا دابلز او عندك مشايه في البيت او عندك العجله بقى، العب اي نوع من انواع الرياضه لمده نص ساعه، اشرب ال4 كوبايات ميه دافيه، وبعد كده العب اي نوع من انواع الرياضه، وبعد كده تعالى خد وجبه الفطار بتاعتك مثلا بعد 45 دقيقه من شرب الميه. بس شايف النصيحه دي بس؟ يعني انت لو قدرت تمشي بالنصيحه ديت وانت اصلا يعني صحيا بخير، طبعا مش بقلل من قيمه عمل نظام غذائي. طبعا هنا مثلا وليكن في الدول الاوروبيه او تركيا، عندهم ان انا صحيا بخير، انا مريض او غير مريض، بروح لدكتور التغذيه. لو اروح لدكتور التغذيه عشان يعمل لي نظام غذائي متناسب السعرات معايا، نكمل، علشان يعمل لي نظام غذائي متناسب السعرات حسب سني ووزني وطولي وحالتي الصحيه، بصحى الساعه كام، بنام الساعه كام، ميعاد الفطار، الغداء، العشاء، بعرف نمط حياته كله ونوعيه الاكل، مثلا في الوجبات بيحب اكل الحلويات، بيحب المشروبات الغازيه، بعرف تفاصيل الكامله، وبعدين بعد هذه التفاصيل بعيد لي نظام غذائي يراعي فيه سن والوزن والطول والحاله الاجتماعيه، يعني هو دخله قد ايه، بناء على دخله اكتب له حاجه. مش واحد مثلا اللي يكون دخله 1000 جنيه في الشهر مثلا مصري مثلا، واكتب له بقى فراخ ولحمه وسمك واعمل له. فالاصل مع الاسف احنا ما عندناش الوعي ان احنا نروح لدكتور تغذيه. لا، اروح لدكتور تغذيه ابقى تخين كده وابقى زي الفيل، اروح لدكتور التغذيه، او رفيع خالص وبموت اروح لدكتور التغذيه. لكن فكره ان انا اكون صحيا بخير واروح لدكتور ديت مش موجوده ومش منتشره يعني. لكن احنا بنحاول قدر الامكان. انا عندي قناه على اليوتيوب، وصلت عديت الحمد لله رب العالمين، عديت انا عندي 400 فيديو على القناه، اجمالي المشاهدات 10 مليون ونص تقريبا دلوقتي، وعندي 26300 مشترك يعني، وما زلت بطور فيها يعني، بنزل محتويات فيها بشكل مستمر يعني، بنزل محتويات طبية يعني. مثلا انت دلوقتي سألتني سؤال، بس أذنك مثلا، هل عندك مشكلة ان احنا ننزل هذا المحتوى على اليوتيوب؟ فبتقول لي ما فيش اي مشكلة ان احنا ننزل هذا المحتوى، فبننزله وبنفيد الناس مثلا وليأكل، بنزود الوعي الطبي مثلا من خلال هذه القناة يعني. ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. ايه اسمها ايه القناة؟ اسمها الدكتور احمد عطية الدهشان، نفس الاسم يعني. نفس الاسم بنفس الصورة، حتى دي اللي انت شايفها دي هي نفس الصورة بتاعت التلفزيون المصري دي. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، اللهم وتبقى امين. قدوة مشرفة
يا اسطنبول باذن الله. ليه يا باشا ان شاء الله رب العالمين، احنا بنجتهد وربنا ان شاء الله تعالى معانا، يعني دعواتك لينا ان شاء الله يا اخي. عندك مشكلة ان هذا الفيديو يتعرض ولا ما عندكش مشكلة؟ لا لا ما عنديش اي مشكلة خالص. تمام، ربنا يسعدك يا اخي ويحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والاخرة. نعم ربنا يكرمك يا رب. انا استنى اعمل لك بس فولو عشان انا عايز اعمل فولو. انا كده برضو عملت فولو كده، احنا كده على طول هنكون مع بعض. بقى عندك اي اسئله طبيه في اي وقت اعمل التحليله ديت وبعد كده تواصل معايا في الخاص وقول لي نتيجه التحليله. لما تتواصل معايا في الخاص اكتب لك رقمي، تتواصل معايا على الواتس تبعت لي صوره التحليله اللي انت عملتها. الحمد لله طلعنا صحيحين بخير، اروح ابعت لك مثلا نظام غذائي تمشي عليه. الله يحفظك، يعني احنا بنساعد الناس لوجه الله تعالى، يعني لا نريد جزاء ولا شكورا.